PLC مالتك بي طبعا بي باور سبلاي باور سبلاي مجهز 24 فولت جاي له منه هذا الدي سي من اي سي اللي قاعد اشوف الاي سي مالته من 200 الى 220 فولت يعطيك الاب 24 فولت دي سي 24 فولت اذا اشوف الواير الاخضر هنا موجود تركب هذا الواير الاصفر والاخضر تمام جاي لاين وجاي للنيوترال طبعا الباور سبلاي هنا مثل ما شرحنا احنا بالجسمين 24 هو وصل له بس لكن ذن الاوتبوت والاوتبوت مودز كل وحده لها فولتيات شكل فاكيد وراها تقسم المويه فطبعا اذا تقرا هاي الصفحه راح تشوف عليها المودل مكتوبه شنو لا حتى الاسم مالتها مثل هنا مكتوب موديول عندك اوتبوت انالوج اكو ممكن انبوت انالوج اكو ديجيتال انالوج عفوا ديجيتال اوتبوت ديجيتال انبوت نفس العمليه وهنا هاي الاوتبوت انبوت مالتك جايات ذني شنو له ريليات تمام على مود يقدر تتحقق بالضبط تتحقق نورمال اقول نور كلوز هالسوالف مالتك تمام ان شاء الله وقاعد اشوف موجودات حسب انت هنا اقرا المودل مالتك وشوف بين ان او اوت هنا مكتوبات زين ان ولا اوت هسه بنفس البي ال سي شوف هسه هاي ديجيتال ان مكتوب هنا يا ان هناك وعندك ان هنا اوت انالوج هاي قاعد اشوفها مكتوب هنا ديجيتال اوت تمام وحتى هنا مكتوب ها اي هذا قلت ممكن يكتبون هنا 24 فولت نعطيك ما ادري ايش بس هنا مكتوبات لما تفتحها راح تشوف بانه هي هاي ديجيتال لو انالوج مكتوبات عليها ومكتوبات صفحة اذا هسه بس تطلع عليها صفحة تقدر تقراها مكتوب هسه هذا المفروض اوتبوت انالوج اي مكتوبات موجود عليها التاج نمبر مالتك تشيك اوت بالضبط هاي هنا هاي التاجات كلها موجوده بالضبط 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 وعندك بوكا شنو؟ بوكا الانترفيس السيرفر الحاسب موجود هذا الواير الوحيد تمام؟ شوف هذول كلهن ادخالات انبوت واوتبوت يطلع للحاسبه الموتر يقول للبرف بس واير واحد تمام؟ هذا موجود شوف الكونكت